احيانا يسلط الضوء على مرض معين او فيروس معين ويبقى كده زي الممثلين الكبار اللي بيسرق الكاميرا. ده حصل مع فيروس سي. فيروس سي الحقيقه سرق الكاميرا من امراض كتيره جدا جدا. طبعا له كل اهميه، مصر بتعاني، اكبر نسبه في العالم، كل الكلام ده، وياما عملنا عنه حلقات وحلقات ويستحق حلقات وحلقات. لكن في مظلوم آخر اسمه فيروس بي، الحقيقة الضوء انحسر عنه خالص فين وفين لما نسمع اسمه، وده انعكس على خطورته أو أهميته أو توجه الدولة بالنسبة لفيروس بي، فالناس بدأت تعتبره حاجة على الهامش، فيروس مش مهم، مرض يعني نهتم بيه ليه، احنا عندنا هو فيروس سي فقط. النهاردة الحلقة ناقوس خطر عشان نهتم بفيروس بي إلى جانب فيروس سي. ضيفي النهاردة بمناسبة الكلام عن بليغ حمدي طبيب بدرجة فنان وفنان بدرجة حكيم وابن ناقد كبير، كان أستاذنا كلنا وأستاذ ضيف السابق الصحفي أيمن الحكيم وأستاذ نقاد فنيين كتير، هو الأستاذ رأفت الخياط. ضيفي وصديقي الأستاذ الدكتور هشام الخياط. أهلا بك يا دكتور هشام. أهلا بك يا دكتور خالد، وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. ربنا يخليك، يعني أنت دايما بتنقذنا و بتدينا المعلومة اللي فعلا بتخلي الناس تركز، لأن فيروس سي انت ياما ويمكن كنت سباق في اعطائنا معلومات عن الأدوية الجديدة ويمكن اللي هينزل بعد سنة واللي هينزل سنة مش عارف كام، لكن فيروس بي، إهمال فيروس بي في مصر، هل ده مش خطر؟ الثقافة الصحية إنها تهمل فيروس بي ده مش بيمثل يعني شيء مزعج شوية للمصريين؟ ده بالتأكيد يا دكتور خالد. الحقيقة إن فيروس بي من الفيروسات الكبدية المهمة جدا، لأنه بيعمل التهاب مزمن قد يؤدي إلى تليف وقد يؤدي حتى إلى أورام من غير ما يعمل تليف. من الفيروسات الهامة، إحنا عندنا نسبة متوسطة في مصر، إهماله خطر جدا، بس هو مش مهمل. ما هو حضرتك جايبني النهارده عشان نتحدث لا احنا حتى لابد الاعلام لابد للاعلام انه يهتم. مش كل حاجه هتبقى، اصل الاعلام الطبي دلوقتي مهتم تجميل مش عارف ايه وبتاعه في الكبد فيروس سي، وسيبنا خالص من فيروس ده بالتاكيد. لكن احنا عايزين بقى بدل ما احنا دخلنا في فيروس بي نتعرف عليه، نشوف الفيديو ده مع بعض وتعليق دكتور هشام الخياط. نتعرف الاول ايه هو فيروس بي. هو يعني ببساطة كده عشان الناس بقى تبتدي تفهم يا دكتور خالد، فيروس بي يا ريت يبقى معانا الفيديو هيجي ان شاء الله. هو في نوعين من الفيروسات الكبدية، نوع بينتقل عن طريق الطعام والشراب، وده النوع اللي بيعمل التهابات حادة وليست مزمنة، اللي هو فيروس A وفيروس E او ألف وه. وده الميزة الوحيدة فيه ان هو التهاب حاد يؤدي بعد كده الى مناعة مطلقة، ما فيش مشكلة منه. فيروس بي بيبدأ بالتهاب حاد؟ لا، ده الفيروسات اللي هي النوع اللي هو الالتهاب الحاد اللي بينتقل عن طريق الطعام والشراب. تمام. وما بيعملش إزمان، هو A و E. B و C بيعملوا التهاب حاد في أحيان قليلة جدا، B يمكن أكتر شوية من C. يعني B بيتحد مع C في حكاية الالتهاب الحاد؟ لا، الالتهاب الحاد بيحدث بنسب قليلة في سي وقليلة في بي، بس بي أكتر شوية. لكن اللي مهم المشترك بينهم، وهو ده المهم، إن هو بينتقلوا عن طريق الدم. وطبعا بي بيتفوق بينتقل عن طريق السوائل الجسم، يعني اللعاب والإفرازات المهبلية والسيمن وكل الحاجات دي وبالتبعية. يعني إيه أكل غالبا؟ إيه وإيه أكل؟ أكل خلاص، يعني نسهلها على الناس. إيه وإيه أكل؟ وحد أكل وحد, وحد. تمام. أكل أو شرب وحاد. لكن سي وبي بينتقل عن طريق الدم، وبي كمان بينتقل عن طريق سوائل الجسم ويؤدي إلى التهابات مزمنة، وهنا تكمن الخطورة. يعني إيه التهاب مزمن؟ أي التهاب مزمن
زي ما بندرس لطلبة الطب، يؤدي إلى مشكلة بعد كده. المشاكل دي ممكن تبقى في الكبد تليف، وممكن الالتهابات المزمنة تؤدي إلى أورام، ده معروف الكلام ده. جميل. لو استمرت فترات طويلة دون علاج. اللي يفرق فيروس بي عن سي، يبقى سي وبي نهايتهم من الممكن أن تؤدي إلى تليف، أن تؤدي إلى تليف وأورام. وأورام. اللي يفرق، اللي يفرق بقى الاثنين ده مهم قوي. إن بي ألأم من سي، فيروس لئيم جدا، وهنقول ليه يعني، خلينا نتكلم بطريقة جدا. طب ما نشوف بقى الفيديو جاهز دلوقتي عادل. طيب يلا نشوف بقى هذا اللئيم الخبيث اللي اسمه فيروس بي، وتعليق دكتور هشام الخياط. Hepatitis B can be a serious life-threatening disease. It is not very common in the UK, but in some countries a lot more people have the virus, often without knowing it. If you decide to travel to a country where hepatitis B is more common, you may be at risk. Even if you travel to a country regularly or were born there, it does not mean that you are immune to the virus. You may still be at risk. You can come into contact with hepatitis B and others can pass it on without even realizing it. It is very infectious and is passed on through direct contact with the blood or bodily fluids of someone who already has hepatitis B. The virus can live outside the body for at least 7 days. Hepatitis B may be caught during everyday activities, during unprotected intimate relationships, or where equipment is not sterile or needles are reused. Many people do not realize that they have been infected with the hepatitis B virus because symptoms may not develop immediately or even at all. If symptoms do develop, they may include a flu-like illness, loss of appetite, and a feeling of sickness. Some people will clear the infection from their body within 6 months. Others won't be so lucky. 1 in 10 adults who get hepatitis B will go on to develop a chronic infection. In children, this number is much higher. Up to half of 1 to 4-year-olds and almost all babies under 1 year old who catch the hepatitis B virus will go on to develop a chronic infection. This may lead to long-term serious consequences, such as liver failure and liver cancer. نلخص يعني، او الخص كما فهمت من دكتور هشام الخياط، A و E الفيروسات، A و E خلاص نركمهم على جنب دلوقتي. يعني بنتكلم على حاجة بتنتقل من خلال الأكل والتهاب حاد وخلاص، ومشكلته من الممكن ان احنا نسيطر عليها، وده مش موضوعنا النهاردة. نيجي بقى على C و B اللي ممكن ينتهوا بالتهاب مزمن، من الممكن او يعني في بعضهم بتنتهي بأورام. هنفرق دلوقتي ما بين سي وما بين بي، ووصفه دكتور هشام الخياط بأنه لئيم. قل لنا بقى ليه لئيم يا دكتور؟ هنقول هو الفرق بين بي وسي زي ما حضرتك قلت في الأول. لازم نقول البي بينتقل مش بس عن طريق الدم، عن طريق سوائل الجسم. يعني احنا دايما بنقول سي ما بينتقلش عن طريق الزوجيه سوائل. بين الزوج وزوجته لا تنقل فيروس سي الا نادرا. تمام. نادرا، لكن ممكن ان تنقل فيروس بي. دي اول حاجه. تمام. نمره 2، في تطعيم لفيروس بي ربنا كريم، لكن ما فيش تطعيم لفيروس سي، فممكن الزوجه او الزوج، لو حصل للزوج او الزوجه كان عندهم فيروس بي، يبقى ممكن البارتنر الاخر او الشريك الحياه ممكن ياخد تطعيم. العلاج بفيروس بي ليس شافيا، وانه نقطه بنحبط بس تكاثر الفيروس، عشان كده دائما يعني كنترول او تحكم. تحكم زي السكر والضغط، انا بقول للمريض انت عندك فيروس بي، علاجه مثل علاج السكر والضغط الى ان يطرح الادويه الجديده اللي هنتكلم عليها. نتكلم عليها بس حتى هذه اللحظه يا دكتور هشام لازم ياخد دواء على طول. لا يوجد مثيل للسوفالدي واخواته في فيروس بي، وهنقول ليه بقى. ما هو ده بسبب لقم البي ده. البي بيعمل مشكله، مشكلتين مش مشكله واحده.
المشكلة الأولانية إن هو بيندمج شفرته أول ما بيخش جوه الخلية، عشان نسهل بيخش عن طريق مستقبلات. كويس. المستقبلات دي مستقبلات معروفة إن هي كانت بتدخل الحمض المراري. يبقى بيخش بيخبط على الباب، يفتح بالمفتاح اللي بيفتح بيه الحمض المراري ويخش جوه الخلية، يقلع الجاكت اللي هو السطح، بروتين السطح، الغلاف بتاعه، الغلاف بتاعه والغلاف. أيوة. ويخش جوه الخلية، النواة تطلع الشفرة الجينية بتاعت فيروس بي وتخش جوه نواة الكبد وتتحد، تندمج الاندماج بين الشفرة الجينية لفيروس بي والشفرة الجينية للخلية الكبدية. يعني بي بيبقى هو ساكن الشقة، هو صاحب الشقة، ده ساكن قط النوم. ودي الكارثة، هو مش قاعد في الصالة. فيروس سي عشان اقربه الناس قاعد في الصالة. فمن السهل القضاء عليه شوية، عشان كده الأدوية. لكن التاني ده خلاص، ده دخل جوه قط النوم، بقى هو يحمل بطاقة الهوية. الله ينور عليك، بتاعة الكبد. وهنا تكمن المشكلة. ده مش بس كده، يعني أنا هفهم كجسد أو هفهم كخلايا أخرى أن ما يأمرني بيه بالظبط فيروس بيه هو أمر من خلية الكبد الأساسية، ويستخدم النواة والشفرة الجينية أن هو يشتغل نفسه ويشغل تكاثر ويتكاثر. الحاجة التانية أن بروتين السطح ده، من سبحان الله، هنا بقى تكمن قدرة الخالق اللي هو خلق من ضمن الحاجات فيروس بي. فيروس بي فيه جزء منه اسمه بروتين السطح، بروتين السطح اللي هو الاس انتجن. ده بيعمل حاجتين، مصيبتين كبار جدا. المصيبة الأولى ان هو بيعمل أجسام بنسميها معاقة أو اعتراضية زي البودي جارد، يحوطه على الخلايا المناعية اللي هي بتهاجم، اللي هي الأسلحة، الصواريخ والطيارات اللي بتهاجم العدو. تمنع الخلايا المناعية أنها تشتغل، تفقد وظيفتها. الله. فتتشل. يعني مش كفاية أنه هو احتل الكامل، لا ده كمان بيمنع أي دفاع عنه خالص. فيحجز على الخلايا المناعية، ما تقدرش، زي البودي جارد ما تقدرش تشتغل. ده مش بس كده، من ضمن الحاجات المهمة في الالتهابات الفيروسية والسرطان، إن الخلايا المصابة بسرطان عشان يتم الشفاء بأمر ربنا من السرطان، بيحدث حاجة مهمة جدا، التحلل للخلايا المصابة بالسرطان أو الفيروس الكبدي بي. ده لا يحدث بسبب بروتين السطح. طب تقولي موت الخلية الكبدية ده نقدر نقول إن هو نفع ومهم جدا، لأن الخلية الكبدية المصابة بيبقى جواها، جوه النواة الشفرة الجينية المسؤولة عن التكاثر ومسؤولة على الاستمرارية بتاعت فيروس بي، وبالتبعية بتخرج أجزاء مجمعة من فيروس بي عشان تغزو خلية كبدية أخرى. عندما يحدث التحلل، يعني عارف زي حضرتك بالظبط، لو عندنا سبت تفاح والتفاح العاطبة بنرميها بره، فبنحافظ على الأخر، بالزبط، على التفاح الأخر. فهو ده اللي بيحدث للأسف. البروتين السطح غير ان هو بيعمل أجسام معاقة، بيعمل كمان بيمنع تحلل الخلية المصابة. الله، فتفضل يعني مش سايب الكبد في حاله خالص. يعني مش مجرد بيدمر، لا ده انت ايه، ما تتدمريش قوي عشان تحتفظيلي بإمكانية التكاثر. تخيل بقى العلماء لما شوف، طب احنا ايه اللي يهمنا في الحكاية دي؟ العلماء لما شافوا الكلام ده، بس فيروس سي يعني من ما بيعملش الكلام ده، ما بيعملش الكلام ده خالص. لا ده هو فيروس بي هو المشكلة، الخبيث اللي حضرتك قلت عليه. فعشان كده، طب ده ايه فايدته؟ وليه نفهم الكلام؟ ساعات يقول ايه الكلام الغريب ده؟ انت طب احنا نفهم الكلام ده ليه؟ عشان دلوقتي في أدوية تجابه هذه المشاكل. يعني النهارده عندنا أدوية ما ركزوش بس على تكاثر الفيروس، لكن ايوه بدأوا يتجهوا بروتين السطح ده نتعامل معاه ازاي؟ الله ينور عليك. عشان كده العلماء، فعندنا فيروس سي احنا بنشتغل على انزيم التكاثر ودومته. ثلاث خطوات بنجابه بأدوين او ثلاثه، اللي عنده بروتين سطح يمنع حاجات مناعيه تدخل عليه ولا بيمنع تحلل بالظبط. لكن فيروس بي ده مشكلته كبيره، فعشان كده احنا الادويه اللي موجوده دي بتشتغل بطريقه مشابهه للسوفالدي زي ما حضرتك قلت، لكن
ما بتأديش إلى القضاء تماماً على فيروس بي بسبب المشاكل اللي احنا قلنا عليها. إيه المشكلة الأولانية؟ إن هو بيقعد جوه النواة اللي هي قط النوم. تمام. نمرة اتنين إن هو بيعمل بروتين السطح ده بيعمل أجسام زي البودي جارد أو أجسام بتمنع اوعى حد يدخل من جهاز المناعة علينا. هو من نمرة تلاتة بتمنع تحلل الخلايا الكبدية المصابة. يبقى التفاحة العطبة مش هنقدر نرميها. فاحنا دلوقتي تخيل من ضمن الحاجات المهمة عشان أنا حاسبة في حتة في العلاج إن الدواء النهاردة من ضمن الأدوية الفعالة للسرطان اللي بتجيب نتائج. وللأسف لسه الدواء ده منزلش مصر. لازم يعني أنا بناشر إن هو لازم ينزل لأنه ده علاج قوي جدا للسرطان. وفي دواء بيتجرب دلوقتي الفيروس بي اللي هو بيساعد الخلية المصابة سواء بالسرطان أو فيروس بي على التحلل ويمنع تأثير فيروس بي. اللي يقولها اوعي تتحللي، طبعا هو بيقول لها اوعي تحللي عن طريق بروتين بينشطه تمنع تحلل. لأن تحلل الخلية المصابة ده عن طريق برضو ايه؟ بروتين اتحللي، بروتين تاني ما تتحلليش. يعني شوف حضرتك منظومة جميلة رائعة، لكن اللي لازم نفهمها، لازم يفهمها عشان يقدر يضرب الضربة الصح. الضربة الصح. فما ينفعش التعامل مع فيروس بي زي ما تعاملنا زمان أو مش زمان، دلوقتي مع فيروس سي. طب مش دلوقتي مشاهد ممكن يسأل الدكتور هشام الخياطي يقول له الله، يعني دواء بيموت الخلية وبيقول لها تحللي، يبقى أنا بنقذ الكبد إزاي؟ كويس. هو يعني لو قعد يقول للخلية دي تحللي والخلية دي تحللي، طب ما هو مش هيبقى فيه كبد بقى في الآخر. لا، ما مش كل الخلية بتبقى مصابة. وبعدين إحنا مش هنشتغل، يمكن أنا قلت لحضرتك في حلقات سابقة، في فيروس بي زي سي وزي الإيدز. احنا بنشتغل بكوكتيل من ادويه، ليس دواء فقط واحد. دواء. وعندنا بقى فيروس بي حاجات كثيره جدا هنشتغل عليها. هو معاه المفتاح. تخيل انت العدو بتاعك اديته المفتاح اللي يفتح بيه الباب ويخش لك، اللي هو ايه؟ المستقبلات. احنا زي ما عارفين اي فيروس عشان يخش جوه الخليه لازم يبقى ليه مستقبل او اللي احنا بندخل فيه المفتاح. عشان الفيروس يخش ما يقدرش يخش غير عن طريق المفتاح معين اللي بيفتح مستقبل معين. صح. العلماء اكتشفوا الحكاية دي. ففي دواء بيمنع دخوله. كويس. لا ما تخشش. ده لسه تحت التجربة ولا موجود؟ كل الأدوية اللي أنا بتكلم عشان بس المشاهد يبقى مع عارف. عشان يقول لك الأدوية دي أجيبها من بره. لا، الأدوية دي قدامها من 3 لـ5 سنين. ليه؟ علشان دي لازم تاخد وقت طويل فعاليتها. اوكي احنا عارفينها، لكن امانها ده مهم جدا. وحضرتك عارف كويس ان ادويه فيروس سي ابتدى الشغل عليها زمان من 2001 وقبل 2001 لغايه ما اكتشفنا الادويه اللي هي فعاله وامنه. لان لازم كلمه امنه. صحيح. من غير امنه ما ينفعش. فاحنا دلوقتي اول حاجه بنبتدي بطريقة بنسميها سيستماتيك أو بطريقة علمية. زي ما حضرتك دايما بتعلم المنارة. أول حاجة بيدخل بلاش المفتاح اللي بيتحط دوت والشفرة دي، لا اقفل. ده بيدخل ايه؟ عارف بالمفتاح بتاع الابن. اللي هو عن طريق الحمض اللي هو المراري. فبيدخل بطريقة very common. ده ما تقدرش تمسك عليه حاجة. ده داخل. فعندنا دواء اللي هو الميركالديكس، وده بقى لما تلاقي ان الاسم الدواء بقى ليس كوديا زي انا قلت جيمس بوند والعميل 007. هو نفس القصه، ما دام مفيش كودي يبقى الدواء ابتدى هيعدي بقى. الميركالديكس ده التجارب بقى التجارب الثانيه والثالثه. فالميركالديكس ده اول حاجه. نمره الحاجه المهمه الثانيه، زي مصنع العربيات احنا عندنا ساعات يقول لك ايه احنا بنجمع. يعني ايه بنجمع؟ نجيب الموتور والشاسيه والدريكسيون والفوانيس ونجمع العربيه. كذلك في بروتينات مسؤوله عن تجميع فيروس بي. فيروس بي عباره عن نواه والشفره الجينيه وانزيم التكاثر والسطح والغلاف. زي اكنك بتعمل هديه. انا دايما ببسطها ببلح، نوايا واللحمه بتاع البلح وبعدين الغلاف. عشان نجمعها وتخرج ما ينفعش يخرج من غير تجميع. صحيح. عشان نجمع الكلام ده ونخرجه بروتينات، في دلوقتي ادويه
تمنع التجميع، تمنع المصنع يشتغل، توقف المصنع جوه الخلايا الكبديه من غير ما تاذي الخلايا الكبديه. وفي برضو حاجه تانية تمنع الاندماج بين الجين اللي هو بتاع فيروس بي والجين بتاع الخليه الكبديه اللي موجود في النواه. الاندماج ده عن طريق شيبس صغيره زي بتاع الكمبيوتر ده اسمه مايكرو ار ان ايه، يعني حمض نووي صغير جدا بيخش زي الفيروس كده جوه الخليه ويمنع الاندماج ده. وعلى فكره العلماء اللي بيشتغلوا على كل المراحل، انا بقول لحضرتك انا بس عايز اقول العلم تطور. النهارده 7 من جامعه حيفا واخدين جائزه نوبل، يعني انا جمعت اللي في اخر 5 سنين 7 من جامعه واحده في اسرائيل واخدين عقبالنا، يعني 7 من جامعه حيفا واخدين جائزه نوبل في الفيزياء والكيمياء. احنا مشكلتنا مشكله كبيره قوي يا دكتور خالد. صحيح. مشكله كبيره جدا. العلم اين العلم؟ اندرو فاير ده عالم امريكي، والتاني كريج مالو، الاثنين دول هم اللي اكتشفوا المايكروشيبس الصغيره دي اللي دخلها جوه الخليه وتعيق جين ضار، فيروس دخل وعامل يشتغل زي فيروس بي. دول خدوا جائزه نوبل 2006 عشان اكتشافهم ده، الشيبس الصغيره دي اللي بتخش زي الفيروس وتدمر الجين المسؤول على يا اما تكاثر الفيروس او مسؤول عن دماغه. 2006 اللي هو اندرو فاير وجريج مالو. ما احنا نحفظ بنحفظ اسماء طبعا المطربات مش عايز اقول، لكن ما ينفعش نحفظ اسماء العلماء العظماء دول. فاحنا دخول هنمنع دخول ان شاء الله بامر، تجميع مش هيتجمع كويس. الشيب الصغيره دي اللي هتمنع الاندماج وتمنع كمان الانزيم بتاع التكاثر هنشتغل عليها. ناقص بقى الحاجة المهمة جدا، خروج الفيروس من خلية هنمنعه كمان. عشان هيروح لخلية تانية. طب هيقولك ما هو قاعد جوه الخلية، تغور الخلية المصابة دي هنحللها مش مشكلة، لكن أهم حاجة ما يخرجش، لأن لو خرج هيصيب ده. هو مش بس بيعتدي على البيت ده، ده بيطلع حاجات تانية، فيروسات تانية المجاورة عشان خلاص البيوت المجاورة، الحي كله، الحي كله ده الحي والمدينة. فخروجه هيتمنع بحاجة أنا بقولها ليه، عشان ده مهم قوي بعد كده للمصريين مسافرين بره. المصريين مسافرين بره أنا ملتع ليهم ودعبان جدا عشانهم، عشان ما بيقدروش يسافروا حتى لو البي سي آر سلبي علشان الاس أنجن أو بروتين السطح. فالدواء الجديد ده هيمنع خروج بروتين السطح اللي هو بيمنعهم من السفر، بدل ما ياخدوا كورتيزينات وبيقللوا جهاز المناعة عشان بروتين السطح ده يختفي من دمهم فيقدروا يسافروا. لا، الدواء ده برضو لسه يحمل اسم كودي اسمه ريب 9AC، كلها كودية، اسماء كودية. هيمنع ده، هيساعد على العلاج وهيساعد على سفر اخواتي اخوانا المصريين. طبعًا كلهم طبعًا لدول بيعانوا جدا جدا، بيعانوا علشان وجود، ومهما كان عملنا من اقناع يا جماعه ده ما فيش فيروس ولا حاجه. فاكر يا دكتور خالد 2010 لما عملنا ليله التمييز؟ ايوه صحيح. سواء جوه مصر او بره مصر، فده مهم جدا. فاحنا عندنا محاور جديده. المحورين بقى الجداد الحلوين قوي برضو، وبرضو ده علشان احنا فهمنا، ما هو لازم افهم، لازم الاول تفهم علشان اعرف اشتغل. صحيح. من غير ما نفهم مش هنشتغل. تحفيز جهاز المناعة، ما هو حفز جهاز المناعة وهو حواليه بودي جارد ازاي؟ أجسام إعاقة واقفين له ددبان. اوعى الخلايا المناعية دي تشتغل، سواء المناعة الفطرية أو المكتسب، اوعي مش هتشتغل. أنا بقى جبت اللي يحجز عليهم ويشيلهم، اللي يضربهم بقى. أجسام مناعية ضد الأجسام المعاقة دي، تشيلهم فيبتدي ياخد نفسه جهاز المناعة أو يبدأ يشارك. لان احنا مش هنعتمد على الادويه بس. بالظبط. المحور السادس، لان احنا قلنا 5 محاور قبل كده وهنقولهم بسرعه، ان احنا نبتدي نحلل الخليه الكبديه دي اللي هي الابوبتوزس او الموت البطيء للخليه الكبديه المصابه. ليه بقى تموت؟ ليه؟ علشان المصاب ده اللي هو التفاحه العطبه. صحيح. اللي انا لو شلتها هيحميلي الكبد من الإصابة بفيروس بي. وده مهم جدا زي ما قلت حضرتك، ده مش بس شغل،
لعلاج فيروس بي، لا ده للسرطان كمان. صحيح. وفي دواء دلوقتي كيترودا ده ابتدى يشتغل، ابتدى العلماء يعني الاف دي اي ابروفد، يعني منظمه الادويه والاغذيه الامريكيه وافقت عليه لعلاج السرطان اللي هو الميلانوما اللي هو سرطان الجلد، وده بيجيب نتائج هايله، بس لغايه دلوقتي ما دخلش مصر. ففي دواء تاني اسمه بريني باند، ده برضو العلماء بيشتغلوا عليه في المراحل الاولى لسه علشان يحلل ويمنع شغل البروتين السطح على الخليه الكبديه المصابه اللي بيقولها خليك قاعده، ما هو عايزها قاعده ليه؟ علشان تشتغل مصنع تشتغل وتطلع له خلايا وتصدر له تصدر للخلايا المجاوره. فالحقيقه مش محور واحد العلماء ده احنا على ابواب ثوره فعلا في علاج فيروس. اللي فاكر حضرتك ساعدتني وتنبأنا بالثوره دي في علاج فيروس سي، الثوره دي ان شاء الله هنشوفها ان شاء الله في القريب العاجل، لانه بعد 3 أو 5 سنين ده رقم. طب ليه ما تظهرش الانفلونزا ثلاثه؟ طب علشان المهم جنب الفعاليه الامان. ولا يوجد دواء فعال من غير ما يكون دواء امن. عشان كده يعني إشارة سريعة للناس اللي بيتنصب عليها بالخلايا الجذعية. لسه قاري خبر إن في ناس برة استخدمت خلايا جذعية وأدت إلى بعضها أدى إلى سرطان، لأن الخلايا الجذعية، عشان كده الخلايا الجذعية لسه في المعمل، لسه بيدرسوا، لسه بيفعلوا المسألة، مش عملية بطء، مش عملية انهم يعني بيرخموا على الناس او يقول لك طب هو كل ده لسه قاعدين يدرسوا في الخلايا الجذعية، ما يطلعوها من المعمل بقى يجيبوها لنا. الحقيقة لهذا الامان، الجنان اللي بيحصل للخلايا الجذعية عايزين نوقفه عند الحد المفيد للمريض. تمام. النقطة دي هي اللي لسه بيبحثوها، هو ده المفتاح، ده المفتاح. لا احنا هنا بقى واحد يروح لحد شبكية عنده انفصال شبكي يقول لك الاعصاب بتاعتك ميته، هديك في عينك خلايا جذعيه عشان انقذك، ادفع 50,000. كارثه. العقم 50,000 100,000. الحقيقه لابد ان احنا زي ما الدكتور هشام الخياط بيقول، مسائل جوه المعامل منضبطه جدا، واحيانا بعد الدواء ما ينزل بيراقبوه، ولو في اي نوع من انواع الخطوره بيسحب تاني من ده. مش بس كده، انا بس عايز من حضرتك جزئيتين. الدواء ده مش موجود في العالم خالص، الادويه اللي اتكلمت عليها السته دول مش موجودين. وما ينفعش واحد مصري يقول لي طب والنبي جرب، ما فيش حاجه اسمها جرب. احنا ممنوع منعا باتا، عشان الناس برضو اللي بتروح اللي بيتجرب فيهم الامريكان والاوروبيين. تمام. في التجارب الاكلينيكيه الاولى والثانيه طبعا موقع وعارف. انت عارف ان حضرتك في بعض المصريين مش دافع فلوس، بعض المصريين اللي هم معاهم الجنسيه الامريكيه تم تجربة السوفالدي عليهم في أمريكا يمكن 2011. بس هم كانوا بيوقعوا لأنه كان في التجارب الإكلينيكية التانية أو التالتة. إحنا عندنا قانون بيجرم، ولجنة الأخلاقيات بيجرم التجارب الإكلينيكية الأولى والتانية. ده معناه إن المصريين ما بيتجربش عليهم أدوية على الإطلاق إلا بره مصر. يعني لو هو بقى مسافر أوروبا وعايز يتجرب عليه أو أمريكا ومعاه الجنسية الأمريكية، ده راجع ليه. لكن في مصر ممنوع التجارب الإكلينيكية الأولى والتانية، فقط التالتة، وبشروط بعد ما نشوف إن الدواء قارب على النزول وقارب على النجاح والأمان. يعني تكون نتائج التالتة ابتدت في أمريكا وشايفين إن هي موردة. طبعا ده مش صح قوي، لكن أنا بطمن المصريين مفيش دواء موجود. أو الكلام بقى اللي بتقال إن احنا معمل تجارب وفرق تجارب والكلام ده الحقيقة. طب نلخص بقى عشان قبل ما ننهي الحلقة، نلخص الكلام اللي حضرتك قلته كده. واحد اتنين تلاتة. احنا فيروس بي يختلف عن فيروس سي. فيروس بي بيخش أوضة النوم اللي هي النواة، ويندمج مع الشفرة الجينية للنواة، وبالتبعية خروجه من الجسم أو الشفاء منه أصعب من فيروس سي. ولذا لازم يبقى في محاور نشتغل عليها ليس بالطريقة التقليدية اللي اشتغلنا عليها في فيروس سي، اللي هي الطريقه التقليديه اللي هو العلاج عن طريق احباط تكاثر الفيروس. لا، ما ينفعش الكلام ده مع البي. البي لازم تشتغل بمحاور كتيره قوي. نمنع دخوله،
الشفره اللي اندمجت دي نمنع اندماجها، دي نمره اتنين. تجميع الفيروس زي المصنع نمنع التجميع، نمنع خروجه. تمام. اربع محاور. تحفيز الخلايا المناعيه عن طريق ايه؟ عن طريق الاجسام المعاقه دي نبعدها، نزعها عشان الخلايا المناعيه شم نفسها وتبتدي تشتغل. سادس حاجه مهمه، ان لازم الخليه المصابه تتحل. تتحل. والا هتعدي اصحابها واخواتها اللي جنبها وتعدي الحي كله والمدينه كلها. طب اللي قاعد يتفرج علينا دلوقتي وعنده فيروس بي وخايف ويقول لك انا هستنى 5 سنين وثلاث سنين، الدكتور هشام خالد بيقول لنا 3 سنين وخمس سنين، طيب هل مصيري، عشان برضو ما نخوفش الناس كده، هل مصيري هو خط مستقيم من فيروس بي الى الاورام؟ لا، لو هو بياخد العلاج. ايوه. يعني احنا عندنا شروط معينه للعلاج. لو هو عنده 2000 فيما فوق وانزيماته عاليه بياخد العلاج، لان الناس دول معرضين للدخول لالتهابات مزمنه جامده ومن ثم تليف واورام. الاورام دي بتاخد فترات طويله وليس 10 15 20 سنه. ايوه. لو اهمل علاجه، لكن لو خد أهمل العلاج، لو خد العلاج زي الضغط والسكر تمام، هيعمل كنترول على الفيروس، يبقى الفيروس البي سي ار سلبي بالادويه الجديده اللي عندنا دي، ادويه ما زالت اللي هي جديدة في متناول لنا دلوقتي، اللي هي الاسماء العلميه انتيكافير وتينوفيرون. دول موجودين عندنا، وتينوفيران اسف. الادويه دي موجوده وبتتاخد وقويه جدا، امنه جدا، ما بتعملش اي تحور للفيروس، فبالتبعيه الادويه دي موجوده والمريض بياخدها ما يستعجلش الشفاء، ان شاء الله الشفاء بأمر ربنا وبالادويه الجديده، ودي هتبقى موجوده زي ما انا قلت في غضون السنوات القادمه. لكن دلوقتي يعمل ايه؟ اللي عنده فيروس اكتر من 2000 او انزيماته عاليه عنده العلاج، والعلاج ده يستمر عليه ما يوقفوش. ما يقولش والله البي سي ار سلبي خلاص، لا، انت لسه عندك بروتين السطح، كمل الادويه. فده المهم، ان انت ما تقلقش، علاجك زي السكر والضغط هتستمر لغايه، وحظك هيبقى احسن من مريض السكر والضغط، لانه في خلال الخمس سنوات القادمه زي ما انا قلت في ادويه هتؤدي الى الشفاء التام من فيروس بي. فلا تقلق، ما داعي الى القلق. زي ما احنا كنا في التسعينات كده ما كناش نحلم بـ بـ بالادويه بتاعت فيروس سي. بالظبط كده. سؤال اخير، هل تطعيم فيروس بي للاطفال فقط الان؟ ده مهم جدا. كل المواليد الدوله من بدري جدا، من سنه 93 لغايه النهارده بتطعم كل الاطفال المولودين حديثا، البيبي كلهم. لا، ما هو ده خلاص، اي حد الطعام. لكن الكبار بقى، الكبار مهم قوي، اللي عنده فيروس، يعني الزوجه او الزوج اللي شريك حياته عنده فيروس بي لازم يطعم لفيروس بي. الدكتور والممرضه اللي في الحقل الطبي لازم. اللي عنده مناعه ضعيفه لازم. اللي بياخد طبعا اللي بياخد كورتيزون وبياخد كلام من ده، يعني واحد عنده حساسيه في صدره بياخد كورتيزون، قبل ما اديله كورتيزون وده غلط شائع، لازم احلل له فيروس بي. لانه لو عنده فيروس بي والمريض بتاعه حساسيه، او لو لا قدر الله عنده اورام، او بياخد ادويه بيولوجيه لعلاج الروماتويد او كده، ما حللتوش لفيروس بي ممكن يستشري ويعمل مشكله كبيره جدا. زي برضو في ادويه بيولوجيه في الجلديه عندنا بيبقى بيعمل التي بي، بيعمل الدرن واختبارات الدرن، بينسوا يعملوا البي. فالبي مهم جدا. دول الناس وانا بقول ان اللي يقدر يطعم لفيروس بي وما عندوش فيروس بي يطعم. طبعا اللي عنده فيروس سي ويطعم لفيروس بي لو ما عندوش فيروس بي، وخاصه كمان الناس اللي اتعالجت. ودلوقتي الدوله وزاره الصحه معنيه ان كل الناس يقولك عايز، انا ما خدتش التحصين. هو فاكر تحصين ان هو ما تعديش لفيروس سي تاني. لا، ده تحصين ضد فيروس بي عشان مش خلص من السي جيله بي. طب وهو عنده السي ممكن يطعم بيه؟ طبعا. ده احنا ما يخافش، اصل في ناس تقولك ايه ده، انا لو خدت ده ما هو ده ايه، حاجه مضاعفه فممكن يجنن لي السي ويعليه. ده الهندسه الوراثيه، ليس زي شلل الاطفال، ما فيش ولا مضاعف ولا ميت حتى. طب كويس، ده جينيتك انجينير، ده هندسه وراثيه، عشان برضو نعرف الناس. بالزبط. ان انت لو عندك فيروس سي ده مش اختيار، لا، ده يا ريت ان انت تطعم لفيروس بي. النهارده دكتور هشام الخياط كعادته يعني بسط لنا مساله فيروس بي
ادانا امل كبير جدا جدا بالعلم ان احنا هنقدر ننتصر على فيروس بي اللئيم الخبيث. جزيل الشكر ليك يا دكتور هشام على هذه الحلقه الممتعه، واستنونا الحلقه الجايه باذن الله السبت القادم مع مفاجاه علي اسماعيل. هنعمل رحله في موسيقى علي اسماعيل مع ابنه علي اسماعيل، شجون علي اسماعيل الفنانه، اللي هتقول لنا اسرار واسرار عن هذا العبقري الذي ظلم كثيرا، وفي ناس كتير جدا لغايه دلوقتي انا بندهش زي الشباب مش عارف علي اسماعيل. انتظرونا السبت القادم في الخامسه يوم السبت. شكرا.